tout ce qui est bon déjà. Est-ce que nous يباتوا في هاد الإقامات اللي داروهم فندق خاص يكون للمنتخب الجزائري. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل حب والاحترام للجميع. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو راح نتكلموا على فضيحة الكوت ديفوار. كاس افريقيا 2024 المقامة في الكوت ديفوار مازال ما بداتش، ولكن الفضائح بدأت من الآن يا صديقي ويا عزيزي المتفرج. كوت ديفوار وإفريقيا عودتنا دائما بالكوارث، سواء أن الملاعب كارثية، أرضية الملاعب كارثية، إقامة اللعب دائما فيها كارثية، يعني التنظيم على كل المستويات كارثي في كارثي. أول شيء نبدأ به رح نتكلموا على سيتي كان، اللي هذه من المفروض رح تكون فيها إقامة العديد من المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس إفريقيا 2024 اللي خصتها دولة الكوت ديفوار واتحادية كوت ديفوار لكرة القدم، باش المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا يسكنوا ويباتوا في هاد الإقامات اللي داروهم. ولكن هاد الإقامات كارثية بأتم معنى الكلمة، لا توجد فيها كل وسائل الراحة. كي تشوف معنا هذا السيتي من الأعلى راح تشوف يعني كأنها مباني عسكرية موجودة في غابة صديقي، لا علاقة لها لا بالراحة ولا بالاستجمام ولا بأي شيء. يعني لاعبين تاع كرة قدم على مستوى عالي تجيبهم وتحطهم هنا، والمشكلة الأكثر ليس في المباني أو في المكان، المشكلة الأكثر أنه هذا المباني راكم تشوفوا فيها مقسمة على أربعة، كل أربعة منتخبات راح يباتوا ويسكنوا في هذه الإقامات مشاركين مع بعضهم البعض. وهذا الشيء اللي رفضته الاتحادية الجزائرية رفضا تاما، ولتصدي نقل إلى الكوت ديفوار وشاف وعاين كل الأمور ورفض إقامة المنتخب الجزائري في هذا سيتي كان. وأيضا منتخب غينيا أيضا كذلك رفضوا الإقامة في هذا المكان لأنه مكان ليس فيه الراحة للاعبين. المشكل وين؟ أنه كوت ديفوار عندما داروا الفيديو الترويجي لسيتي كان نشروا واحد المكان صراحة راقي ورائع وجميل جدا، البناية جميلة، الأرضية جميلة تاع المبنى، كل شيء فيه جميل، يعني مكان تقول فخم ورائع جدا ويليق باللاعبين. ولكن أنه هذاك الفيديو كان مجرد فيديو تضليلي، فيديو كاذب من كوت ديفوار، داروا به ترويج يعني، ومن بعد تفضحوا بسبب هذا الفيديو اللي راح تشوفوه الان اللي نشره واحد من العمال اللي عملوا في هذا المبنى. وشوف معنا هذا المبنى هل يليق بسمعه اللاعبين او لا، اعطونا رايكم في التعليق. بيتي بورتاي كوم لو فوي بيان سان دو بليس Si c'est le salon. Un très beau salon. Si c'est la cuisine. Si c'est la cuisine. Reviens au salon. Si c'est une chambrette, comme vous le constatez, bon, disons une chambre, mais en bas. C'est la douche de la chambre qu'elle a. Wow, c'est du beau à voir. Maintenant, il prend l'escalier.
Non. C'est pas le jeu. C'est la chambre qu'on se parle. Avec tout, tout ce qui est bon déjà. C'est le petit balcon. كما شفتوا معنا هذا الكارثه صراحه انا بالنسبه لي لا يليق بانه اللاعبين تاع منتخب الجزائري او اي منتخب افريقي باش يكون عنده اقامه في هذا المكان لانه مكان سيء 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 جدا. ودائما الفضيحه هذه ما تتحملهاش فقط الكوت ديفوار بل يتحملها ايضا الكاف. مادام انك عارف الكوت ديفوار لا تستطيع تنظيم كاس افريقيا 2024 علاش عاطيها التنظيم من اصله؟ علاش عاطيها التنظيم؟ يعني دائما الكاف تكون مساهمة في هذه الكوارث اللي احنا نشوفوها. الآن المنتخب الجزائري أو وليد صدي قرر أن المنتخب الجزائري ما راحش يبات وما راحش تكون الإقامة تاعه في هذا السيتي بل كراو فندق خاص يكون للمنتخب الجزائري، فندق 5 نجوم كراوه كامل من الفوق لتحت باش يكونوا فيه لاعبين المنتخب الجزائري في راحة كبيرة جدا من أجل كأس إفريقيا. وليد صدي هنا راهو يطبق كل شيء ما قالوا أني أنا موجود باش نوفر كل الإمكانيات للمنتخب الجزائري ولجمال بالماضي ونوفر لهم كل الراحة ونحمي المنتخب الجزائري. وهذا الشيء اللي ما داروش شرف الدين عمارة من قبل لأن المنتخب الجزائري في الكاميرون أيضا كان بيته وسكنه في إقامة مثل هذه الإقامة، ولكن الاتحادية الجزائرية من قبل لم تتحرك وما كانش أمور داروها. والان باش تشاهدوا معنا ملعب بواكي، هذا الملعب الذي باش يستضيف مباريات المنتخب الجزائري في كاس افريقيا 2024 في الكوت ديفوار. شوفوا معنا هذا الملعب واعطونا رايكم على هذا الملعب. راح تشوفوا الملعب من الخارج من الداخل وتشوفوا المدرجات والشكل. ارضيه الميدان يعني ماهيش باينه بزاف ولكن تبان بحاله جيده والله اعلم. اعطونا رايكم في التعليق على هذا الملعب.